شكرا مشاهدينا من فريق العمل مني والكاميرامان يلي معي وإلي نجم، لكم كلنا هاي مشاهدينا. اتصالاتكم بستقبل على 04-444-444. معنا كتير وقت اليوم، بتمنى اتصالاتكم تكون كتيرة. وقبل ما نبلش لفتت لي نظري هيك خبرية صغيرة بدي اخبركم اياها، انه فرضت وكالة البيئة الوطنية بسنغافور غرامة مالية على مدخن قدر $600 أمريكي عن كل سيجارة كبها من الشباك، وتطلع المجموع تبع الغرامة $15,000 بأربع أيام. يعني هاي وبتكون دخلت سنغافورة التاريخ من بوابة البلد اللي بيفرض الغرامة الأعلى على مدخن، وكمان بإطار العقوبة المفروضة على الرجل لازم ينظف منطقة عامة لمدة 5 ساعات هو ولابس جاكيت مكتوب عليها عمل إجباري لتصحيح خطأ. اتصالاتكم مشاهدينا بخدعة 04-444 وقالوا لي معي اتصال. ألو الو 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 بونجور بونجور، مين معي؟ الو الو، عم بسمعك، مين معي؟ بونجور، معك ميشيل واكد، بعرفك. كيفك يا ميشيل؟ ميشيل واكد. اهلا وسهلا فيك ميشيل، من وين عم تحكينا؟ منيح منيح كثير منيح. من وين عم تحكيني؟ عم بحكيك من جزين، من منطقة جزين. اهلا وسهلا فيك ميشيل، انت اول اتصال معنا اليوم، بدي منك تختار رقم من 1 لـ 9. يعني حظي كثير حلو والله انه جربت هيك الشركة اول مرة وعلقت. تخيل كثير منيح ونحن محظوظين كمان. ميشيل اي رقم بتختار؟ بعزبك رقم 9. رقم 9، بلشنا من الاخير اليوم. بحب رقم 9. يلا سؤال اكتواليتي، يعني مواضيع حديثة صايرة مش من زمان. ميشيل ركز معي مزبوط وعشر ثواني تتعطيني الجواب. اوكي. شو هي جنسية الملكة باولينا فيغا يلي تربعت على عرش ملكة جمال الكون من أيام قليلة؟ هل هي كولومبية أم برتغالية؟ 10 ثواني. شو هي جنسية الملكة باولينا فيغا يلي صارت ملكة جمال الكون؟ صعب يعني بس ما أنا ما كولومبية أم برتغالية؟ بدي جواب. كولومبية عزيز. كولومبية مزبوط، جوابك صح. خلينا نشوف يا ميشيل شو هي جايزتك. هيت فتنس كاسليك اشتراك لمدة شهر تعمل رياضة. كولومبية مزبوط، باولينا هي كولومبية وطالبة بإدارة أعمال وعارضة أزياء عمرها 22 سنة، وتفوقت على 87 مشتركة تانية من مختلف بلدان العالم. باولينا عم بتكون رابع فتاة من أمريكا الجنوبية بتفوز باللقب بالأعوام السبعة الماضية. اتصالاتكم على 04-444-444. خلوني أخذ اتصال. ألو ألو بونجور. بونجورين، مين معي؟ أنا جو. أهلا وسهلا فيك يا جو، من عم تحكيني؟ أنا من زوق مكايل. شو يا جو خبرني، عم تعرف الأجوبة؟ عم بتتابعنا؟ تقريبا مش كلهم مش كلهم. يلا يا جو بدي منك تختار رقم. رقم 2. شو عنا ورا رقم 2 يا جو؟ سؤال موسيقى. إف يلا تنشوف. شو يا جو بدي إياك تربح وسؤال هين. يلا تنشوف. يلا. توفي من أيام قليلة النجم الكبير ديميس روسوس يلي أمتع الناس طوال سنين بصوته الجهوري، شو جنسيته لروسوس؟ يوناني أم روسي؟ 10 ثواني. شو يوناني. مزبوط، شفت أنه أنا ما بغشكن، سؤال هين وأكيد كنت رح تعرف الجواب. خلينا نشوف شو جايزته لجو. سيبيا الجيم ميزة عزيمة أكيد لشخصين، إن شاء الله تنبسطوا أنت ويلي رايح معه أو معه. شو جنسيته؟ جنسيته يوناني. توفي روسوس عن عمر بناهز 68 سنة بمستشفى خاص بأثينا. المغني الكبير بيع أكثر من 60 مليون ألبوم بمسيرته الفنية. بلش أول شيء مع أفروديتس تشايلد، رجع بعدين صار يغني منفرد، وبالسنوات الماضية ما كانت إطلالاته كتير عديدة، لكن إجا عام 2013 على لبنان على مهرجان إهدنيات. 04-444-444 اتصال. الو 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 الو. 04-444-444 هيدا هو الرقم يلي بتلقى عليه اتصالاتكم مشاهدينا، وكل الجوائز يلي بتربحوها من ايكويز طبعا فيكم تستلموها من مبنى الام تي في بين الاثنين والجمعه، من الاثنين للجمعه بين 9 و 2. مع اتصال. الو بونجور. محمد. ايه محمد معي. اهلا وسهلا فيك يا محمد، يعطيك العافيه. شو العائله يا محمد؟
عيتاني. اهلا وسهلا فيك محمد، من وين عم تحكيني؟ عم بحكي من شويفات. يلا يا محمد، بدي منك تختار رقم. بختار رقم 5. رقم 5، شو عنا ورا رقم 5؟ سؤال تكنولوجيا محمد، سؤال كتير هين. يلا. شو اسم مؤسس موقع فيسبوك؟ مارك زوكربيرغ، مارك فرايبرغ، أم مارك جوهانسبرغ؟ 10 ثواني. شو اسم مؤسس موقع فيسبوك؟ مارك زوكربيرغ، مارك فرايبرغ، أم مارك جوهانسبرغ؟ بدي جواب محمد، خلص وقتك. جاسمر زوكربيرغ، فرايبرغ، جوهانسبرغ. لا، جوابك غلط يا محمد، بعتذر منك. هو مارك زوكربيرغ. مارك عمره 30 سنة، ثروته تقدر ب 33 مليار دولار. الشاب الأمريكي هو الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك. تزوج عام 2011 من فتاة اسمها بريسيلا تشان، تعرف عليها بجامعة هارفارد، كانوا يدرسوا سوا وربطته فيها علاقة صداقة دامت 9 سنين، ورجعوا تجوزوا بعرس كتير 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 صغير بس للأصدقاء، وكان عاملها سوربريز كان عاملين سوربريز وقتها لاصحابهم على اساس انه هي حفله عاده للتخرج، وطلع انه زفافهم. 0444444 لهذا الرقم الوحيد اللي بتلقى عليه اتصالاتكم مع اتصال. الو. الو، مرحبا. اهلا وسهلا، مين معي؟ عبير. اهلا وسهلا فيك يا عبير، من وين عم تحكيني؟ نجباك. شو عبير خبريني، عم تحضر الاجوبه؟ يعني شيء هيك وهيك. عم تحضرينا دائما؟ ايه، كل يوم. هاي يلا يا عبير، 1 3 4 6 7 8، اي رقم بتختاري؟ 3 رقم 3. يلا رقم 3 يا عبير. سؤال معلومات عامة. شو عبير، ركزي مزبوط على السؤال. اوكي. كم شهر بالسنة من 12 شهر فيه 30 يوم؟ 3 اشهر ام 4 اشهر؟ كم شهر بالسنة فيهم 30 يوم؟ 3 اشهر ولا 4 اشهر؟ احسبيهم هيك مزبوط براسك سريعا. يا ردي أبر. بدي جواب عبير، خلص وقتك. اعطيني جواب سريع، 3 ولا 4؟ عبير 4. خلينا 3 3 3. لا، هو 4، بعتذر منك يا عبير. مزبوط الجواب هو 4 اشهر، وهن نيسان، تموز، ايلول، وتشرين الثاني. عبير، حرام عبير، كان لازم نربحها، بس لا، هي رجعت قالت الجواب غلط. مشاهدينا 0444444444، بعد في بعتقد اخذ كم اتصال. الو 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 مرحبا. مرحبا، مين معي؟ بدي منك بس شوي توطي صوت التلفزيون اذا بتريدي. يلا. مين معي؟ معك اليسا. اهلا وسهلا فيك يا اليسا، ما عم تحكينا؟ من الزلقه. يلا يا اليسا، من الزلقه، اهلا وسهلا فيك. بدي منك تختاري رقم 1 4 6 7 8. 1. رقم 1، شو عنا ورا رقم 1؟ سؤال جغرافيا. يلا يا إليسا، شو هي عاصمة البرازيل؟ ريو دي جانيرو أم برازيليا؟ 10 ثواني. شو؟ مزبوط، جوابك صح، العاصمة صح، هي برازيليا. خلينا نشوف 88 كافي أنتلياس، عزيمة أكيد لشخصين. البرازيل هي خامس أكبر دولة بالعالم، سواء من حيث المساحة الجغرافية أو عدد السكان، وهي أكبر البلدين الناطقة بالبرتغالية بالعالم. ما رح كتير أحكي، خلوني بعد أخذ اتصال. يلا. ألو. بونجور. بونجور، كيفك؟ أنا منيحة، مين معي؟ ميرنا. أهلا وسهلا فيك يا ميرنا، من وين عم تحكينا؟ من الحدد. شو ميرنا، عم تحزر الأجوبة ولا لا؟ يعني شوي، مش كثير. يلا. مش كلهم. يلا خلينا نجرب حظك ونشوف. 4 6 7 8. ميرنا، انت اخر اتصال معنا اليوم، بدي منك رقم 8. رقم 8، شو عنا ورا رقم 8؟ سؤال رياضة. اوكي، شو؟ يلا. مين هو حارس منتخب المانيا الحالي؟ اوليفر كان ام مانويل نوير؟ مانيوال. 10 ثواني. شفتوا عشان عملتي؟ طلعتي اشطر من كل الشباب، برافو، جوابك صح.
شو جهزت؟ ستيب باي ستيب خي دانس كلاب اشتراك لمدة شهر. مشاهدين أنا خلص وقت معكم اليوم، بلاقيكم تلاتة كلينك نكست، خليكم معنا.